مساء الفل للناس الكل، ليلة من الليالي الكروية الأوروبية التي ستكتب التاريخ هنا في العاصمة الإسبانية. سموه كما تريدون، دور نهائي قبل الأوان، قولوا عليه لقاء العملاقان أو أطلقوا عليه مواجهة العمالقة أصحاب ال 16 لقب فوق الميدان، 11 للريال و5 للبايرن. هي بكل تأكيد قمة نارية حارقة مخيفة مفزعة قابلة للاشتعال منذ أولى اللحظات. استاد سانتياغو برنابيو في حالة هيجان، فوهة بركان، نار 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 يا حبيبي نار في الانتظار. نذكر مشاهدين البايرن خسر في الذهاب 2-1، كيف سيكون هذا الإياب؟ من سيعيش العذاب؟ كرة لدافيد ألابا، ألابا يحاول التوزيع وكرة براس روبن يحاول التسويب، وركنية بافارية تلعب الركنية خطيرة. ريبيري يوسع، ريبيري بعيدة للفريق البافاري، فرانك ريبيري لا يمر أمام كاسيميرو، يالونسو يسكو يعدي رونالدو، جيرون بوتان كاو تعرسو من النار، أفضل حراس العالم، يا سلام يسكو، لكن وين فرانك ريبيري؟ فيكتور كاسان يعطي مخالفة خطيرة للحارس من النار. أرتورو فيدال لن يلعب مباراة نصف النهائي في حال تأهل البايرن. كريستيانو سحب هدفين في الذهاب، يعرف شباك مانويل نوير. إذن رونالدو وكروس، رونالدو هو المايسترو، فيليب لام اللي وزع ليفاندوفسكي براس. الفرقة البافارية في الهجوم كما كان منتظر بحكم انتصار الريال في الذهاب. هل سيعيش اليوم بايرن ميونخ العذاب أم أنه سيأتي بالجديد في مدريد؟ يعدي الألابا، ألابا يراوغ ليبيرو، التصويب وكرة لامان، واو شرار الألمان، كل ريال مدريد في الدفاع بما فيهم رونالدو وبنزيما. ليفاندوفسكي يحاول المرور وأمام الساخرة الإسبانية، 69 هدف لراموس اللي مرة أخرى يسكو في انتظار المساندة، يدخل منطقة الجزاء يحاول التصويب، لام روبن أريال روبن يوزع، يرجع كاسيميرو، فيدال صاروخية شيلية، ريبيري السلام، شنو هذا؟ ضاعت الكرة، كاسيميرو ضاع وروبن هرب، وكايلور نافاس، ريبيري ألابا اللي وزع، ريبيري أمام كارباخال، ليفاندوفسكي، مارتشيلو يحاول المرور أمام فيليب لام ويعدي، نادى كروس، توني كروس اللي يوزع. طبعا كارلو أنشيلوتي أمامنا يقول علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني، والكلام على زين الدين زيدان. ألابا يوزع بتصدي من ناتشو، شوف ريبيري، لوكا مودريتش ضاع فيها فتح القطار، لوكا مودريتش على هجوم المعاكس، رونالدو يفقد توازنه، بنزيما يعدي يا سلام، وكورة من مارتشيلو، كارباخال الدائر من بعيد، كارباخال يوزع رونالدو، هدف جيرون بواتانغ رايع بطريقة مثالية، يخرج الكرة أمام المارد البرازيلي سانتارا بكورة عاملة حالة، يعدي أملاع تانجر، يعدي براس كريم بنزيما براس، يعدي على شنواناوي هذا النمساوي، يوزع كرة رائعة لداني كارباخال، كارباخال واو، كروس اللي يوزع، ريبيري يراوغ كاسيميرو مخالفة، تشابي ألونسو، كرة خاطئة من كريم بنزيما، كارباخال، كرة جول، رايع دافيد ألابا أو جيرون بوتانغ، روبن، مارتشيلو، رونالدو، نار يا حبيبي نار في ملعب سانتياغو برنابيو، شعلت نار في هذا الحوار زمن العمالقة. مودريتش اللي يوزع كرة بعيدة لرونالدو، كرة لكن كاسيميرو يقوم بمجهودات خرافية، يحاول التصويب، لا رونالدو يتلاعب بكريستيانو، داني كارباخال التمايز لشكون أرتورو فيدال، وفيدال يعدي رايع، جول وبنزيما ويعدي
غريبة عجيبة. كريم وحده يا رونالدو، كريم كريم يا رونالدو، التصويب ضاعت. لا لا لا، فنيات بدون تعليق لكرويف. الكرة الكرواتية، ليفاندوفسكي مع مودريتش، ليفاندوفسكي التصويب، وشد شد روبن هرب، روبن وكاسيميرو للمرة الثانية يقوم بالمخالفة. من المفترض أنه يعطي إنذار فيكتور كاساي. دافيد ألابا، كرة في ملعب الأليانز أرينا، يوزع وكرة مرتدة والتصويب. شوف شوف الكرة، شوف رونالدو التصويب والتصويب من إيسكو. ولا يصدد غدار، غدار إيسكو. يا فيدال عندك ورقة صفراء، يا فيدال عندك صفراء. كان بإمكان فيكتور كاساي أن يخرج البطاقة الصفراء الثانية. رونالدو يوزع، يعطي كرة، يا سلام، يوزع روبن، غريبة، جول. ماذا يقول كاساي؟ ماذا يقول كاساي؟ يعدي ليفاندوفسكي، ياريان روبن يعدي، والحكم يعطي ضربة جزاء. أول سيناريو في المباراة، السافرة الهنغارية تعطي ضربة جزاء لنجم الكرة الهولندية. أول السيناريوهات في أخطر الأوقات. قدم روبر، روبر ليفاندوفسكي، جول. ألم أقل من زمان أن المستحيل ليس من الألمان، الإسبان. مشاهدينا الكرام، يحترقون الآن بفعل الألمان لهيب بافاري، يعصف بالريال المهاري في قلب العاصمة مدريد. يعدي روبن، يراوع روبن، يعطي كرة، جول. غريبة، شنو هذا؟ تسونامي بافاري. تياغو ألكانتارا، رايع الكرة من ألكانتارا، فيليب لام اللي يوسع في القائم الثاني، رايع من فرانك ريبيري. كروس، كروس لإيسكو، إيسكو تعدي، روبن يحاول المرور، روبن يوزع طويلة وكرة بالرأس تعدي من رونالدو هذه المرة. لا لا، إيمان التصويب، كرة في العمق لدير روبن، ليفاندوفسكي والرايع، أسانسيو، أسانسيو يوزع. أي نهاية، أي نهاية سنعيشها؟ أصعب. مودريتش، 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 مودريتش يوزع، ومانويل نوير في القائم الأول، وإذا كاسيميرو، كاسيميرو، جول رونالدو، جول، جول، المدمر رونالدو، المدمر رونالدو، طائرة التورنادو، هو كريستيانو رونالدو، يتلاعب بالألمان. كريستيانو بديع الزمان، الشباك من لطخاف، رونالدو أعظم هداف. كارباخال، وهذا أسانسيو، يا كارباخال، وهذه كرة ليفاندوفسكي، جول، جول. جنون، 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 فنون، فنون. البايرن يعود، يعود البافاري في ليلة نارية. لا لا لا، قلت لكم مشاهدينا الكرام، مباراة نهائية، مباراة خرافية. راموس بالنيران الصديقة، أسانسيو يعطي كرة، ومانويل نوير أمام مارتشيلو، يحضر السلطان. كل فريق الآن بالضربة القاضية، هنالك نهاية دراماتيكية. الكانتارا اللي يوسع وكرة بالرأس، للفريقان بحر الظلمات، وهذه كرة في القائم الثاني. لوكاس فاسكاز، روبن شوف الكرة، شنو هذا؟ جول، شنو هذا؟ اش فما؟ اش فما؟ فيدال يروح، فيدال يروح بالورقة الحمراء، فيدال بالإنذار الثاني. أرتورو فيدال يغادر بالورقة الحمراء،
المخرج بتاع المباراة كان أين؟ أين كان مخرج المباراة؟ لم يعد بنا في الإبان في المباشر. هذه هي الكرة، فيدال لعب الكرة للأمانة، فيدال لعب الكرة، لم يلعب أسينسيو. كرة لأسينسيو، أسينسيو البافاري، أسينسيو وماتس أوميرز. شوف الوقت يا حبيبي، شوف الوقت. لوكاس باسكيز وكاسيميرو. أي مباراة، أي دور نهائي قبل الأوان. كيميتش، وفي النهاية كاسيميرو. لم يعطينا إحساس بالمرة بايرن ميونخ المشاهدين الكرام، وأنه يلعب بعشرة لاعبين في ظل هذا النجاح التكتيكي لكارلو أنشيلوتي. روبن يعدي، روبن يعدي، كرة ألمانية بافارية. وكارباخال لا يتجنب الركنية بكل تأكيد. كانتارا، كرة في القائم الثاني، المخالفة للريال. مارتشيلو في القائم الثاني، هربت الكرة عليه كارباخال. هجوم مدريدي، أسينسيو، رونالدو، التصويب، التصويب، غدار التورنادو من واحد. دوغلاس كوستا، وكوستا يوزع، أسينسيو يوزع، وهدية كرة مارتشيلو لكاسيميرو. كاسيميرو، لا لا لا، الحكم يتم اللعب، هنالك مكافأة قانونية للأمانة. النور ومارتشيلو، فاسكيز، أسينسيو، في المتابعة، التصويب، ولكن غدارة رونالدو لم تكن بالشرارة. فاسكيز اليوسع، كوستا يكسب ضربة ركنية للفريق البافاري في توقيت خافت. 10 أهداف لتوماس مولر. كرة لنافاس اللي يكسب مخالفة بعد تدخل لماتس أوميرز، يحتار فيها البال رونالدو. كرة بافارية، بواتانغ، راموس، راموس، رونالدو، رونالدو، جول. المدمر رونالدو، المدمر رونالدو، مرعب الحراس رونالدو، أكبر قناص كارلو أنشيلوتي، يعاير الأضرار، سنتين زيدان بالاختصاص، ريال مدريد سلطان اللعبة الشعبية. كاس فاسكيز، فاسكيز التصويب، كوشتا، كوشتا ليوزا، كرة الكنتارا، رونالدو، فاسكيز التوزيع، يوزا، فاسكيز فيليب لام في الاستلام. البايرن، هذا هو رونالدو، كان في موقف متسلل والهدف لم يكن شرعي، لكن السافرة الهنغارية تعطي البطاقة التأهيلية الآن. جمهور البايرن مغلوب على أمره، حيران في هذا الزمان، مكتوي بالنيران، يريد الضربة القاضية. مارتشيلو يعدي، جول، 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 الريال. مشاهدينا الكرام، نار 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 يا حبيبي، نار. خليوني نرتاح معليش مشاهدينا الكرام، المباراة أخذت مني كل المأخذ، مباراة الجنون وكل الفنون. يراوغ، أسينسيو يعدي، أسينسيو صادت، جول، 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 ريال مدريد. العذاب للبايرن، العذاب. الريال رويال، أسينسيو، خمسة، خمسة، خمسة وخميس على الريال. اليوم عقاب مدريدي لفيليب لام والألمان. جمهور البايرن يعاين الأضرار. يعدي نشكون، هذه الكرة بعيدة لتوماس مولر. المثابرة والواقعية للزين الدين زيدان، والمخالفة، أو توماس مولر،
روبن اللي وزع كره براس، خساره تاريخيه لباير ميونخ في الاجواء الاوروبيه. هذا الكره لكاسيميرو، كاسيميرو وين يا كاسيميرو؟ هذه الاحداث، الحكم فيكتور كاساي يؤشر رسميا على التعادل السابع على التوالي لريال مدريد الى الدور نصف النهائي، رقم قياسي اوروبي بعد انتصار الليله على باير ميونخ.